خبرينا كيف بدأت في هالفكرة وأي متى بدأت؟ بدأت تقريبا بآخر فبراير. أنا عم بشتغل أصلا على مشروع One Week Stand يلي هو بتعرف على Survivors بخبروا قصصهم تنشجع النساء الباقيين تقروا ويعرفوا كيف هن تعالجوا ويعرفوا أنه في حل للمرض سرطان الثدي. لكن بفبراير حكيت مع فستاني.com يلي هن المنظمين عم يساعدوني كمان بهالمشروع. وكتير حبوا الفكرة هن أنه بيس تبعهم فاشن. شو الفكرة مزبوط؟ الفكرة Brass for a Cause التصميم سوتيان وكمان في تي شيرت كرمال نساعد السيرفايفرز ونساعد الجمعيات بكل ميدل ايست، واول مره بتصير هيك حمله بمنطقتنا. اكيد. وين عم بتصير؟ بكل ميدل ايست. هلا انا بلبنان حاليا واميره عزوز ماي بارتنر بايجيبت. نعم. وعندنا جمعيات عم يساعدونا كمان بمصر بالسعوديه بعمان عم يساعدونا كثير كمان، والديزاينرز عم يشاركوا معنا كمان من حتى برات الميدل ايست صاروا بلندن بامريكا يعني كلهم بدهم يشاركوا. مين المصممين المشاركين؟ هل هن هوات او مبتدئين للمهنه؟ في كل شيء. هلا هو بالكونتست نفسه يلي جون 26 ديدلاين مفتوح لكل العالم من كل المواهب، بس عندنا ديزاينرز الكبار بيناتهم ايسا لندن معروفه كثير انترناشونال، عندنا جوشا ليتا وصلت للسوتيان تبعها من شي يومين، جوشا ليتا كمان مهضوم. ايه وعنا كمان من دول عربية ميا جعفري، عنا نادين زيني، عنا سيراز باغ من عنا. هون نحن عم نشوف بعض الصور يمكن على الويب سايت كيف بيقدروا يشاركوا، يا ريت فيك تشرحي لنا لورين اكثر. هيدي الصوره هلا اكشلي لفستاني ذا بارتنرز ان ذا بروجكت. كل السبمشنز بيصيروا اونلاين، يلي بيعملوا بيعبوا فورم على الويب سايت. نعم. يلي هو fustani.com/brassforacause، بيطلع لهم رقم، بعدين لما يكونوا صمموا الصور تبع الديزاينز بيبعتوهم مع الرقم. اي متى رح يصير في علينا النتائج؟ July 14. هلا يعني قربت بعد شهر. أيوة كل العالم ناطرين هلا. هلا حيكون في لجنه حكم بتقرر من الرابح، في يمكن معايير محدده، العلامات كيف رح تنوضع؟ في تصويت للجمهور. في اثنين هلا، في تصويت للجمهور رح يبلش جولاي 2 لجولاي 10، يلي مثل ما معودين اصلا بلبنان وبغير بلد انه بصير في فوتنج، عالم بدي شير ذا لينكس، بيشجعوا اصحابهم ينتخبوا لهم الديزاين، بس السكور الاعلى حيكون للجيري. وجرينا أنا كتير دقيق بين شيرين رفاعي من نيو ماجازين، وعنا كمان تيفاني كرام من كيلين، وبيناتهم كمان ديزاينرز إلينا عكاد اللي هي بريست كانسر سيرفايفر. يعني لحديت هلا الطلبات بعدها مفتوحه لحديت اي ديت 26 لحديت 26 بعد 2 ويكس. لورين هيك سؤال كمان سريع، بيقدر حدا غير ديزاينر يشترك او يرسم او يصمم؟ ايه اكزاكتلي. ونحن فكرنا بهالعالم بالاخص لانه في كثير عالم بدهم يشتركوا بس ما عندهم موهبه، فعملنا لهم كاتيجوري تريننج برا كاتيجوري يلي هي للعالم يلي ما بيعرفوا كيف يصمموا بس بدهم يتدخلوا، بدهم يشجعوا هالكامبين. وهون بدي اسالك المردود تبع الفاشن شو اللي رح يصير من بعد تسليم الجوائز لوين بده يروح؟ حيروح على كذا جمعيه كمان بالميدل ايست، حنوزعهم كل ما واحد يشتري مثلا سوتيان او التي شيرت بيروح البروسيدز على الجمعيه بتوزع، وكمان حنوزع من السوتيان تبع المساكتومي برا يلي خصوصا للوحده بتكون عامله سيرجري بعد الكيمو. نعم. قبل الكيمو حيتوزعوا ببلاش للجمعيات تهنا يعطوا للنساء اللي عايزين ما معهم مصاري يشتروا، هيك بحسوا حالهم حلوين ومثل ما كان قبل العمليه. اكيد اكيد. لورين يعني يعطيك الف عافيه على هالعمل اللي عم تقومي فيه، فعلا هذا الشيء بشرف خصوصا انه عم تقومي فيه بلبنان. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا بريك عليني ومن بعده منتبه حلوه مره، خليكن معنا.